تعاون مهمة كبيرة وتحدي كبير، كيف تتعاون جاز التعبير إيران وهي دولة شقيقة وصديقة ودولة مسلمة تريد أمن إقليمي مشترك يقوم على قواعد التعاون في البيت الخليجي الواحد، أي العائلة التي تسكن هذه المنطقة، خاصة وأنها تعتقد أن هذه البحيرة بحيرة مغلقة، وكلما قل فيها التدخل الأجنبي كلما كان منسوب الأمن والاستقرار أكثر بكثير، لكنها تعرف أيضا خصوصيات هذه المنطقة من حيث الحروب التي مرت عليها، من حيث القلق الكثير الذي صاحب هذه الحروب، وما كما تفضل أخونا من الكويت النزاعات الحدودية وغيرها، كل ذلك تتفهمه إيران، لكنها تتطلب تتمنى على دول المنطقة أن توحد رؤيتها على الأقل تجاه جيرانها الأساسيين وهم إيران والعراق واليمن. فيما يتعلق بإيران هناك سياسة تعتقدها إيران نموذجية اعتمدتها عمان مبكرا، سلطنة عمان قائمة على التوازن والاعتدال، تحولت في الفترة الأخيرة إلى حد ما نوع مما يعني يمكن القول مجازا بأنه محور عماني قطري يتصالح مع إيران. طبعا مطلوب تتمنى إيران أن يكون هناك تضامن مع قضاياها، يعني هذا التوازن سيد حسيني، هذا التوازن والاعتدال الذي تتحدث عنه، هل تعتبره مفقودا الآن؟ يعني دور دول مجلس التعاون أن تعود إلى هذا التوازن الذي تتحدث عنه أم تراه مفقودا؟ وماذا تتوقع أصلا من مقررات هذه القمة؟ هو للأسف كان مفقودا، لأنه كما تعلمون بناء مجلس التعاون الخليجي هو قبل 28 عاما عندما حصل كان قائما على ظروف مختلفة عن الظروف الحالية، مرت هذه المنطقة كما قلنا بحروب كما يقول إخواننا اللبنانيين تنذكر وما بتنعاد، يعني لا نتمنى لهذه الحروب العبثية أن تعود. على كل أحوال الآن الوضع عندنا في المنطقة نتمنى أن يكون الفعل الغالب هو الاعتدال، نحن يعني إيران مرتاحة إلى الدور الجديد الذي تحاول الكويت أن تلعبه مؤخرا، وهي تتجه رويدا رويدا نحو المحور العماني القطري إذا جاز لنا هذا التعبير. يبقى على بقية الأخوة أن يأخذوا هذا المنحة، وعلى مجلس التعاون الخليجي أن يأخذه يعني سياسة عامة وجماعية تجاه إيران وتجاه العراق وتجاه اليمن، ونعتقد أن هذا يتطلب جهدا جبارا. لا أعرف إن كان هم قادرين الآن على التوصل إلى مثل هذا القرار الجماعي في هذه الندوة الخليجية بالذات، أو ربما في الأعوام القادمة هناك من يحاول يعني على كل حال التنصل من هذا الاعتدال، يحاول الخروج على هذا الاعتدال من خلال فزاعة إيران مرة باسم الحوثيين ومرة باسم قضايا أخرى، لكن نتمنى على دول اسمح لي أذكر فقط ببيان المجلس الوزاري الخليجي، والذي أكد انطلاقا طبعا مما تحدث الآن سيد الحسيني على السعي لتحقيق مبدأ الشراكة مع إيران على المستوى الإقليمي. يعني هم استبقوا ربما النقطة المتعلقة بإيران بهذا التوصيف، وأنت تراهن على دول الكويت. لنرى نتائج القمة. أعود إلى استوديو الأستاذ مخايل، يعني أولا هل هي قمة الإدراك، ما زلنا في التوصيف، قمة الإدراك للمخاطر وتحصين الاقتصاد بالنسبة لدول مجلس التعاون، أم تتجاوز هذا الموضوع؟ ومن هنا لأدخل معك يعني بالسياسة وبالموقف المشتعل الآن، حرب السعودية واليمن كتحد أساس. طبعا لاحظنا في كلمة الافتتاح ما يرتبط بموضوع الاعتداء العدوان على السعودية، وطبعا الموقف يبدو أنه تحصيل حاصل هو مع السعودية. هل تعتقد هذا التوجه، ومن خلال قمة الكويت، هل تعتقد يعني هو التوجه الصائب دون التصدي لأسباب ما يحصل هناك على الأقل؟ أولا في توصيف القمة أنا أميل للتوصيف من خلال النتائج والجدوى والنتائج العملية لا البيانات. للأسف نحن اعتدنا بالقمم العربية عموما أن تكون مجرد ظاهرات صوتية لا أكثر ولا أقل،
وأيضا للأسف 28 سنة أو 30 سنة مجلس التعاون الخليجي لو كان هناك عملا جادا لرعاية مصالح الخليجيين وتوحيد موقفهم من مختلف القضايا لكان لكنا أمام حقبة ومرحلة أخرى جديدة. فالتوصيف هو بالنتائج والنتائج العملية، مما لا شك فيه أن هناك قضايا حساسة وقضايا كبيرة تخص بعض أو كل دول منطقة الخليج، لابد أن ترتقي القمة أقلها لتحديد وجهات النظر والموقف والحوار بهذا الأمر وبهذا الجانب. بما يعني السعودية والحوثيين ووضع اليمن ويعني ما هو جاري، قيل أن حرب هي يعني لا شك الحرب الآن فرضت نفسها على هي لا شك ولا شك الأحداث اليمن هي أحداث تنتمي إلى ما يسمى بالتطورات ذات البعد الاستراتيجي والطبيعة الاستراتيجية، سيكون لها آثار أيضا استراتيجية، ذلك لأسباب شتى في أولويتها أهمية اليمن الاستراتيجية، أهمية السعودية الاستراتيجية، أن الحرب تقع يعني على مفصل استراتيجي في مرحلة من التحولات الاستراتيجية التي تعيشها المنطقة ويعيشها العالم، تستهدف عمق استراتيجي للعرب دعني أقول تقع في بيئة ذات طبيعة استراتيجية بكل ما تعنيها الكلمة، من المنطقي ومن الضروري والأهمية أن تكون أولوية على جدول الأمل. لا السؤال المطروح كيف تعالج، ما الذي يفيد السعودية أو اليمن أن يأتي مجلس التعاون الخليجي لينحاز إلى هذه الجهة أو تلك الواضح حتى انحياز لصالح الرؤية، ربما ليس انحياز هو مسلمات هم اعتبروها أنها من المسلمات أن يكون إلى جانب السعودية. أمر ما هو جار له شقين، في شق يمني ويمني داخلي وهو حدث ليس بجديد، هذه هي الحرب السادسة أي منذ 6 سنوات على الأقل، وتنتمي الأزمة إلى أعمق وأبعد من ذلك، تحتاج الأخوة هنا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تحتاج إلى النصيحة، تحتاج إلى البحث بالأسباب ومعالجتها كي لا تتفاقم، ونحن اللبنانيون لنا تجربة كبيرة في هذا الجانب، وبتتذكر حرب أهلية راحت 30 سنة لم نهتدي إلا عندما قررنا أن نعالج مشكلاتنا أو نعالجها جذريا، وهذا اللي بدأنا فيه، وهي الحكومة اللي بعد 40 سنة من الأزمة ومن الحروب. أنا لا أرغب لليمن أو للسعودية أو لأي قطر أو لأي دولة عربية أن تعيد إنتاج ذات التجربة التي عصرناها وعشناها. في اليمن هناك مشكلة حقيقية، هذه المشكلة تحتاج إلى علاج لا يخرجها ولا يعالجها أن ننتمي إلى هذا أو ذاك، بقدر ما علينا أن نفهم وأن نرشد وأن نحذر بهذا الجانب. دكتور فرج، يعني طبعا انطلقنا الآن إلى المسألة الأكثر حرارة والتي فرضت نفسها كما قيل على المؤتمرين من خلال كلمة الافتتاح لأمير الدولة. وزير خارجية اليمن كما معلوم نقل رسالة إلى أمير الكويت تناولت ما يحصل على مستوى يعني المواجهات العسكرية مع الحوثيين، وباعتبار أنها قضية تمس دول المجلس كافة، هل التوجه والذي يعني تبين أنه انحياز مطلق إلى جانب السعودية وطبعا إلى جانب اليمن، هل هذا يكفي لمعالجة ما يحصل وتدارك مخاطره وما يمكن أن ترسمه هذه الحرب من أثار استراتيجية على مستوى المنطقة كما ذكر الأستاذ عوض؟ تفضل. بالنسبة لمقتربنا تجاه ما يحدث في اليمن سواء كانت حرب أهلية أو أقل من الحرب الأهلية، طبعا توجهنا دائما هو عدم الانغماس في شيء مثل هذا النوع. مقتربنا باتجاه اليمن كان دائما مقترب تنموي، تجدون قبل قضية الحوثيين كانت التوجه مجلس التعاون هو في مساعدة في تقديم مساعدات التنمية لليمن، آخرها كان مؤتمر من سنتين وطرحت فيه مساعدات كبيرة بالنسبة للتنمية في اليمن. أكبر مشروعات اليمن الآن تدار بسبب أموال التنمية القادمة من مجلس التعاون الخليجي. عندما اندلع هذا النزاع الآن داخل اليمن لا يعنينا